الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معاكم معمر سلامة في الحلقة 9 مع الكوتش المبدع الخطير الرهيب فهد خان في برنامج الذكاء العاطفي الجزء الثاني. فهد، احنا تكلمنا دحين على الذكاء العاطفي في المقابلة، صحيح، وتكلمنا عنه في كيف تكتب السيرة الذاتية، ووضحنا نقاط كثيرة. الآن مبروك عليك الوظيفة وانت دخلت الشركة. جميل. كيف تأثير الذكاء العاطفي في شخص دوبه بادئ وشغل في الشركة؟ اترك الميكروفون لك. يا سلام، كنت اتمنى انه شيء هذا اعرفه قبل ما اكون اشتغلت في اول وظيفة، عشان الواحد ما يتخبط التخبيط اللي تخبطه وتعبه في البداية. ليش؟ ايش التأثير اذا سمحت؟ تفضل. بيصير اللي بيصير هو حاجة احنا بنسميها في مراحل مختلفة للتطور حقت الفرد. اول ما الواحد بيبدا اي وظيفة جديدة دوبه متخرج، يا ارضا هدي ما عليك قدي، انا حاسس انه انا حكسر اللي تعلمته هذا، انا حطبق واعمل واسوي، ويكون درجة الحماس جدا عالية. أول ما يجي يشتغل ويبدأ في الوظيفة ويروح لطبيعة سوق العمل، يتفاجأ بالحقيقة اللي هي مختلفة تماما عن الصورة الذهنية اللي حاططها إيش في باله. فإحنا نسميها top of mountain stupidity، قمة جبل، بس اللي هو مسمينا قمة الغباء. طبعا هنا ليه بنسميها زي كده؟ لأنه اللي بيصير إنه في فرق أو فجوة مرة كبيرة وقاب مرة كبير ما بين الحقيقة حقت الوضع حق السوق واللي أنا كنت متصوره أو متوقعه عن الوظيفة. فالحماس هذا العالي كأني دقيت في الجدار وفجأة طحت، راح كل الحماس لما لقيت أنه أنا كثير أشياء ماني عارف أسويها، أشياء جديدة ما كانت أصلا في بالي، لأنه أنا كنت بدرس ما كنت أعرف الأساسيات حقت بيئة العمل. مثلا أبسط الأشياء زي مثلا إرسال الإيميل بالطريقة الصح، أنه أنا أرسل الإيميل لمين، أستقبل الإيميل فين، إيش الطريقة اللي أتعامل بيها في مع زملاء العمل، كيف طريقة الاجتماعات، أنا كيف كل الأمور هذه، لأنه أنا بكون بمر عليها غالبا نوعا ما أو نسبيا كأنها أول مرة. صحيح. يمكن ايام شو اكيد الواحد قبلها كان بيرسل ايميلات وسيز كده، بس غير في بيئه العمل لما نبدا احنا نخش في التفاصيل هذه، فبننصدم بالواقع هذا، والصدمه هذه بتخلينا نحس انه احنا اقل من الناس اللي حوالينا. الانسان لما يدخل في الدوامه هذه من غير ما يستوعب بيبدا يجيب لنفسه افكار سلبيه، ويبدا يقول لنفسه اصوات داخليه زي ايش، انا ايش في غلط، انا ماني مقتدر، أنا يعني يحبط نفسه بنفسه. ولكن هنا تيجي نقطة معرفة الذات ووجود الذكاء العاطفي العالي قبل ما أنا أدخل للمرحلة هذه. حيفرق معايا في إيش؟ ترى يا جماعة، خصوصا أنا بتكلم للجدد يعني في الوظائف، ترى طبيعي جدا يصير فيكم كذا. لما أنا أكون عندي معرفة الذات إنه هذا جزء من البروسيس، هذا جزء من الأشياء اللي حمر فيها، إني أنا في تغيير كبير بيصير. فجزء من التغيير الإنسان لما يتعلم الأدلت أو البالغ غير عن الطفل. البروسس حق التعلم عند البالغ متعب، وجزء كبير منه أنه أنا أحس أنه أنا أقل من إيش، من غيري. بس الشيء اللي ما إحنا عارفينه وما إحنا مستوعبينه أنه إحنا في مرحلة التعلم. يعني لما يكون الشخص حاسس الإحساس هذا، هو ليه حاسس الإحساس هذا؟ لأنه خارج دائرة الراحة. وكنا ما نكون إحنا خارج دائرة الراحة، إحنا في مكان مرة كويس، لأننا دائرة الراحة حقتنا حتكبر وحنتحول، حنكون أكثر في دائرة النمو. بس ردة فعلنا للإحساس هذا هو اللي حيفرق معنا. هل حنستمتع في البروسيس هذه ومستوعبين إنه ترى هذا جزء من التعلم، إنه نمر بالفترات الصعبة هذه والتحديات كده، أنا هستمتع فيها وأكون حابب كل لحظة فيها. وإذا أنا ما كنت واعي وعارف وما عندي ذكاء عاطفي عالي، لا، أنا هنصدم وأتفاجأ وأحس أنه فيه شيء غلط، أستسلم وأبدأ أروح أدور على إيش، وظيفة تانية. فهنا تيجي نقطة معرفة الذات قديش تفرق كتير. وهذا الكيرف
هو كيرف يعني مشهور جدا في المراحل هذه المختلفة اللي كنا بتكلم عليها اللي بتبين انه الثقة بالنفس بتكون ثقة وهمية في البداية وبعدين بتنزل تحت مرة وبعدين ترجع تطلع بالتدريج كلما انا ابدأ اكتسب خبرات لغاية ما تطلع مرة تانية توصل لنفس المستوى اللي كنت عليه في البداية ولكن حتكون ديك الساعة ثقة حقيقية مصاحبة بخبرة عملية. كان كبير فهد. الله يسلمك. ما شاء الله تبارك الله. يعني سبحان الله انت فكرتني في حاجة وأنا وأنت بتقول الكلام جالس بفتكر يعني كيف نحن بداياتنا كيف أول ما اشتغلنا كيف الحماس كيف فأول مطب كيف الانهيار التام بعض الأحيان إنه أنت يا الله يعني يمكن ينفدوني من الشركة يا الله يمكن يمشون لا هي مطبات في حياتك بتمشي فيها بس الأفضل إنك أنت تتعلم منها بحيث ما تكررها تاني. يعني واحدة من المعلومة يعني واحدة من الأشياء الأساسية الواحد لازم يركز عليها إنه هذه مطبات في حياتك هتعديها وتكمل بس أهم شيء إنك أنت تتعلم منها. صحيح. وهذه النظرية اللي كنت بتكلم عليها تسمى اللي هي دانينج كروجر إفكت الأثر حق دانينج كروجر هو اللي اخترع أو شرح المراحل هذه الأربعة اللي كنت بتكلم عليها مختلفة اللي كلنا نمر فيها كنوع من العلاقة وهي طبيعية جدا العلاقة ما بين الثقة والخبرة أو الحكمة أنه طبيعي نمر إحنا بالمراحل هذه وترى إحنا نفس الأشخاص بنمر بيها وحنمر بيها وحتتكرر كل من يجي نمر بشيء جديد يعني حتى لو كان عندنا خبرة حيجي وقت حنشتغل على مشروع جديد حنرجع مرة تانية في البداية نكون متحمسين صحيح. بعدين نصدم بالحقيقة بعدين نبدأ نحبط بعدين نبدأ نتعلم لغاية ما نقدر نتعلم كيف ندير المشروع. يعطيك ألف عافية كوتش فهد. الله يعافيك. نختمها بكلمة واحدة بجملة واحدة إذا حابب حبيبي. نختمها بأنه لا حد يحبط لما يحس أنه هو متضايق. أسألوا نفسكم السؤال أنتم متضايقين ليه حتلاقوا أن الإجابة لأنكم تتعلموا شيء جديد فاستمتعوا بالرحلة بدل ما تتعذبوا فيها. يعطيك ألف عافية فهد. هذه كانت الحلقة التاسعة يا أخواني أخواتي نلقاكم غدا في أمان الله.